هاي حلوين، ازيكم؟ النهارده فيديو جديد. فيديو النهارده انا متحمسه له جدا وحباه جدا، وخلاص بقى يعني عارفين، حد قال لي امي دي مش شنطتك هنسافر، فانا جيت جري اصور معاكم ايه الحاجات اللي انا باخدها معايا للمصيف، وايه الحاجات اللي احنا يعني بنعتني ببشرتنا وشعرنا وجسمنا كمان في المصيف، عشان طبعا الملح والكلور والحاجات دي بتنشف البشره والشعر. هنحضر الشنط مع بعض، وهنجهز كمان شنط الهدوم والحاجات بتاعة البحر. لو اول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ. عايزه احضرها معاك، وهي الشنطه بتاعت الميك اب والحاجات بتاعت البشره والشعر. ودي الشنطه لو انا لميتها بحس ان انا مرتاحه خلاص نفسيا وكده، اوكي ان انا اسافر او اروح في اي مكان. اول حاجه انا يعني حابه اقول لكم عليها ان احنا نختار ماتيريال كويسه قوي للشنطه دي بالذات، لان كل الحاجات اللي فيها بتبقى ازايز، برفيومز، ميك اب، حاجات كلها يعني حساسه كده، وممكن من اي خبطه بسيطه تتكسر. فننقي شنطه قوية، يعني شايفين دي مهما بضغط عليها مش بيحصلها اي حاجة، احسن من الشنط القماش والووتر بروف وحاجات اللي هي بتبقى سوفت كده، فدي لا احلى. فانا جبت دي الحجم الكبير، وكان في حجم تاني اصغر، وطبعا بنجيبها بقى على نفس شكل الشنطة بتاعتنا او يعني لون يكون حتى ماتشنج معاه. هي كده، وده بيتقفل يعني بيبقى نص وده نص التاني. هنبدأ كده نحضر اول جزء فيها. اول جزء ده انا هحط فيه الحاجات بتاعة التعقيم والشاور وحاجات الشعر، والجزء التاني هحط فيه الميك اب بقى والسكين كير والحاجات دي. فهبدأ كده، اول حاجة هحط طبعا الاساسيات دلوقتي للسفر. هحط دي وايبس من كلوريكس، عايزة اقول لكم حلوة جدا للعربية، لل تويليت، لأي مكان احنا داخلينه ان احنا كده نعقم. انا بحط الكبيرة دي، ومعايا صغيرة هتبقى في شنطة ايدي. وهحط طبعا مسكات زيادة عشان تبقى معانا احتياطي. انا بحط الحاجات الكبيرة تحت الاول، وده بوكس فيه فرشة السنان والمعجون وكده، برضو هخليه من تحت تبقى كلها بسوى واحد، فهخليها كده. برضو هنحط ايه بقى كمان؟ هنحط حاجات الشعر، هبدأ فيهم. يعني عايزة اقول لكم اول حاجة طبعا انا بستخدم شامبو وبلسم وحاجات كبيرة، فانا مفضياهم في حاجات صغيرة. يعني ده الكونديشنر بتاعي، وده شامبو جونسون عشان انا بستخدم كتير، يعني هستحمى كل يوم، فلازم يبقى يكون شامبو كده سهل، يكون يعني شامبو مش مضر، وبرده شوية من الشامبو التاني هحطهم كده. وهحط معايا طبعا برضو اي حاجة عشان الشعر، ارجان اويل، فطبعا الازازة دي ازاز، برضو فضيت شوية صغيرين على قد استخدامي. وهحط بقى المشط بتاعي، وفرشة، شايفين قد ايه كيوتة كده، دي فرشة وده الكفر بتاعها، فهخليها برضو. ودي الفرشة ويت براش، دي اللي هي المفرغة من ورا للشعر المبلول، وكمان واحنا بننشف الشعر بالسشوار بتستحمل الحرارة، فهاخدها معايا. وهاخد معايا المكوة الصغيرة خالص دي، لو حبيت بس اعمل ستايلنج كده لشعري. طبعا في هناك بيبقى سشوار موجود نقدر ننشف بيه الشعر، بس دي عشان لو انا حابه اعمل ستايلنج بس تكون معايا يعني حاجه صغننه كده. كده يبقى انا حطيت الحاجات اللي هعقم بيها، وحطيت حاجات الشعر كلها اللي انا هاخدها. هننقل بقى على حاجات الجسم اللي انا هحتاجها. فانا باخد معايا الشاور جيل والبادي لوشن بتوعي، برضو يعني بتوع الاوتيل، بحس ان هم صغيرين جدا مش بيكفوا، ومش كل شويه طبعا هفضل اقول لهم محتاجه، فهخليهم معايا. وكمان البادي سبلاش بتاعهم، انا طبعا دول ترافل سايز فمش هفضيهم في حاجة. نحطهم كده بس عشان يجوا جنب بعض.
وده السانيتايزر بتاعهم برضو، فهخليه معايا احتياطي لو احتاجته. وطبعا الليفة بتاعة الشاور، وهاخد معايا كمان اي مزيل عرق احنا بنفضله. هحطهم كده، وهحط خيط وإبرة معايا احتياطي يعني تحسبا لأي ظرف كده يحصل. وهحط كمان الأوف عشان لو كنا قاعدين في جاردن أو مكان بالليل فما يبقاش فيه حاجة مضرة. كده يعتبر أنا خلصت أول جزء. ممكن كمان أحط معاهم كريم للرجلين، ودي من ناحية حجر ومن ناحية مبشرة، عشان طبعا اغلب الوقت احنا بنبقى لابسين سليبرز فممكن ان رجلينا طبعا تنشف. بس هقفل الجزء ده، اعتقد دي كبيرة شوية هشيلها، ممكن احطها مع الهدوم بس. وهقفل على الجزء ده ونبدأ بقى نحط الجزء بتاع البشرة والميك اب. تاني جزء هحط فيه حاجات للبشرة والسكين كير والحاجات بقى اللي انا محتاجاها على طول افتح الاقيها. فهحط معايا ماسكات، انا طبعا يعني البشرة بتتبهدل قوي من الشمس وطبعا البحر والبيسين والكلور والكلام ده فبتتبهدل، فانا بحب اخد معايا ماسكات. وهاخد معايا كمان مناديل ازالة الميك اب، وباخد معايا كمان لو انا بالذات رايحة البحر لازم يكون معايا جل صبار، فسواء بتاع امتنان او ذا بادي شوب، الاتنين حلوين جدا بس امتنان صغنون فهاخده هو. يعني يعتبر افضل مرطب مع الشمس، ومع لو حد بشرته حساسة قوي التهبت فده مفهوش اي كيميكلز ومفهوش كمان حاجة تلهب البشرة اكتر. وطبعا بما اننا بنتكلم برضو عن البشرة فانا بحب اخد دايما السيرم الووتر، وده هتلاقوه كان معايا وكمان كان معايا من السنة اللي فاتت، اقولكم انا بحبها جدا طول ما انا قاعدة على البحر او حاجة، بحب ان انا ادي بشرتي كده ريفريش. سواء بقى ده او بتاع ذا بادي شوب برضو، ده بفيتامين سي، ده فيس ميست كده عارفين انتعاش كده اللي هو يعني نفتح ونرش نحس على طول الحرارة والبهدلة، احساس منعش جدا. فهاخده كمان معايا، هو صغير وعلبته بلاستيك. وهاخد بقى المرطب المفضل بتاعي فيتامين اي. بس كده دي الحاجات تقريبا بتاعه الترطيب. هاخد كمان ليب بالم والليب سكراب عشان يبقى برضو في ترطيب شويه للشفايف. هحط الغسول بتاعي كمان، وهحط مزيل ميك اب. طبعا انا بحاول دايما الحاجات تبقى صغيره علشان اعرف احطها وما تاخدش مكان كبير في الشنطه. هحط برضو الوان كده مانيكيرز، وبحب الوان البحر قوي وانا رايحه البحر فهاخدهم. بما اني حطيت مانيكير لازم احط بس بحط اسيتون عشان طبعا لما احتاجه يبقى سهل. وهرجع طبعا اهم حاجه للمصيف الصن بلوك. بس نبدأ بقى في حاجات الدلع. هنبدأ نحط بقى الميك اب. هحط كمان الفوريو لغسيل البشرة فهحطها، وهحط قطن كمان لإزالة الميك اب، وهحط الاكسسوارز بتاعتي. شايفين كل حاجة بقى حطها هلو كيتي كده، فبشكل الشنطة بيبقى لذيذ قوي. بس دي شنطة انا حاطة فيها الميك اب اللي انا بحتاجه، ومبارد وقصافة وملقاط ومقص صغير. طبعا مش واخدة حاجات كتير، يعني انا واخدة باودر وهايلايتر وروجاجو والبرونزر بتاعي وروجين والكحل والمسكرة ومسكرة الحواجب، فيعني انا مش واخدة حاجات كتير. بس عشان الشنطة برضو تبقى مكفياهم. بس هحط بقى نظارات الشمس بتاعتي كمان في جنب هنا. كده تكون الشنطة دي خلصت عندي. طبعا نسيت هاند كريم، ده لازم.
وكمان لو احنا محجبين فيفضل ان احنا يكون معانا يعني علبة صغيرة فيها دبابيس كده، فبرضو انا هاخد معايا دي، وهاخد معايا رفيق الضرب سودو كريم لأي حاجة طبعا بنحتاجه، حتى للبشرة وللإيد وللرجلين وكده، فبيبقى تحفة. انا برضو عندي ترافل سايز هحطها كده. كده خلصنا بقى الشنطة دي، يلا نحضر الشنطة اللي بعدها. إيه خلاص بقى بدأت أحضر شنطة السفر الكبيرة. عايزة لكم أول جزء ده حطيت فيه المايوهات تحت، وحطيت فوق كده الفوط والبشاكير بتاعتي، وطبعا هروح قافلة عليهم كده تبقى الشنطة متنظمة. تاني جزء بقى حطيت فيه الهدوم، دريسات كده، حاجات تبقى قطن وخفيفة، والبيجامات وبناطيل جينز واسعة. طبعا أحلى حاجة إن احنا ناخد حاجات تكون واسعة ومريحة. الوان فواتح طبعا، كل طقم برضو بنحطه بحاول احط معاه دايما البيزك بتاعه والطرح والبندانات، اي حاجة هحتاجها له اروح احطها معاه على طول علشان يبقى الطقم كامل. كمان الحاجات بقى اللي انا مش عايزاها تبقى باينة فبحطهم في الباجز دي، بتتباع في اي سوبر ماركت او في اي محل فيه ادوات منزلية كتير، بيبقى شكلها شيك، ومجرد انها بتتحط كده في الشنطة خلاص محدش عارف ايه اللي جوه. طبعا بقى لسه بصوا مش قادره اقول لكم في شنط تانية، دي طبعا شنطه البحر والشابوهات، وحاطه اسدال الصلاه جوه، وعامله شنطه كمان فيها كل حاجه البحر بقى والفلوترز والحاجات دي. شوفوا دي كيوته ازاي، يعني حاطه كل حاجاتي هنا. وطبعا هعمل كمان شنطة، فانا يعني تقريبا هيقتلوني، يكون فيها بقى السليبرز والحاجات اللي هنحتاجها برضو للبحر. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم على خير في فيديو جديد، باي باي.